أهلا بك يا أصحابي، دلوقتي البالون هيغنى ويطير في مغامرة جديدة مع يحيى وكنوز بسينو عن الأدب المصري القديم. يلا بينا نشوف. سينو الحقني يا سينو. أنا البعبع المخيف اللي محدش يعرف شكلي. أنت بتعمل كده ليه يا يحيى؟ وأنت يا كنوز خايفة من إيه؟ أنا قاعدة لوحدي في أوضتي وبلعب على موبايلي، لقيت فجأة يحيى لابس وش مخيف وبيقول لي أنا البعبع المخيف وبيجري ورايا. لا يا يحيى، ما ينفعش نهزر مع حد بطريقة تزعله أو تخوفه. وبعدين أنت لازم تبقي شجاعة وما تخافيش من حاجة. عارفة البعبع ده لو طلع لي في لحظة أقضي عليه. طيب غمض عينيك كده يا سينو. أهو. أو. البابا هيقوم. أمال فين الشجاعة يا سينو؟ يحيى خدعني. وبعدين أنا أعرف حكايات وأساطير كتير وعمري ما خفت. مصر القديمة زي ما كانت أرض للعلوم والفنون، كانت برضو أرض الحواديت وقصص تاريخية وأدبية، اللي منها كان أساطير عاش مع شعب كمت جيل ورا جيل ونقلته بعض الحضارات التانية منهم. يعني مثلا قصة الفلاح الفصيح. في يوم من الأيام كان الفلاح الفصيح راكب حمار ورايح بالمحصول اللي زرعه للسوق عشان يبيعه، ولما مر من أرض ملك لموظف من موظفين الملك، قرر الموظف ده إنه ياخد حمار الفلاح وكل اللي عليه من غير سبب. الفلاح حس بالظلم، قرر إنه يشتكي للملك. وبعد ما راح لديوان الملك وسمعه كبير الموظفين ولقى كلامه فيه حكمة خلاه يقابل الملك اللي استمع لشكواه وقرر يرجع له حقه وزيادة كمان. دي قصة شبه قصة جحا والحمار في العصر الحديث. معنى كده إن قصة جحا أصلها من الأدب المصري القديم وهي حدودة الفلاح الفصيح. طيب قولي بقى يا سينو، غير الحكاية دي إيه أشهر القصص في الأدب المصري القديم؟ حكايات وقصص كتير. يمكن أشهر قصص دي هي قصة إيزيس وأوزوريس وابنهم حورس. كان يا مكان في زمن من الأزمان أصبح أوزوريس ملك لكيمت، وكان أخوه ست شاف إنه لازم هو اللي يبقى الملك وإنه أفضل من أخوه أوزوريس. غضب ست جدا وبدأ يخطط للقضاء على أوزوريس أخوه. عمل حفلة كبيرة وقال لأخوه إنه بيحتفل بتوليه الحكم، وخلال الاحتفال قدر فعلا يتخلص من أخوه أوزوريس وبعدها تولى الحكم. الملكة إيزيس زوجة أوزوريس مسكتتش، وبعد سنين طويلة قدرت فيها تخلي ابنها حورس شاب محارب وقوي. جت اللحظة اللي خايف منها ست من سنين، حورس قدر يحارب ست ويهزمه ويرجع حق والده أوزوريس. أنا افتكرت حكاية من حكايات مصر القديمة، كان الأستاذ عصام أستاذ التاريخ في المدرسة حكاها مرة قدامنا، وهي حكاية سنوحي. مين سنوحي وإيه قصته؟ سنوحي ده كان موظف في قصر الملك ومن محات الأول، وبعد تعرض الملك لمؤامرة وقت بقى ابنه سنوسرت خرج في حملة عسكرية للحدود الغربية، هرب سنوحي. هرب لبعيد لحد ما وصل للصحراء، وهناك كان عطشان وجعان جدا، وقال خلاص أنا شكلي مش هعيش تاني، لحد ما قابلوه بعض الأشخاص من قبيلة قريبة من المكان اللي هو فيه. رحبوا بيه وقدموا له الأكل والشرب وعاش معاهم فترة من الزمن لحد ما تولى سنوسرت الحكم، وقدر بعدها يرجع كيمت ويكتب كل اللي حصل له ويحكي عن الأماكن والبلاد والقبائل اللي شافها. ودلوقتي هحكي لكم حكاية جديدة، بس غمضوا عينيكم. أهو فتحوا. أهو وضحكت عليكم وضحكت عليكم. وبعد ما شفتوا حكاية النهاردة قولوا لي بقى إيه رأيكم يا أصحابي؟ حلوة. هي في قصص تانية من الأدب المصري اللي حكاها يحيى وسيمو؟
في حكاية اتكتبت على وردية اسمها حكاية الملاح الغريب، ودي بتحكي عن بحار غرقت سفينته ووقع على جزيرة ما فيهاش أي إنسان. طب وعمل إيه؟ عاش لوحده على الجزيرة؟ فضل يبص حواليه لغاية ما لقى تعبان كبير جنبه وكان بيتكلم، وسأله انت ايه اللي جابك هنا؟ رد عليه البحار وهو خايف وحكاله على كل اللي حصل، فقرر التعبان ان يساعده ويرجعه بلده من تاني. ودي الحكاية الاصلية لحكاية السندباد البحري. وبكده يا اصحابي تكون خلصت حكايتي، استنونا في حكاية جديدة ورحلة سعيدة.